أدري إن كان لموقف السلطة الجديد من حزب العمال والطلب من رفيق عبد الله مغادرة سوريا وتوقيف نشاطهم علاقة بذلك استدراك من قبل رفيق عبد الله، لكن وفي كل الأحوال وعلى الرغم من سوء العلاقة وعلى الرغم من وعينا لخطورة تحالف حزب العمال مع سلطة ديكتاتورية لسنوات طويلة وضعت القوى الوطنية الديمقراطية المعادة في المعتقلات، فإن غالبيتنا في حزب العمل تفهم جيدا جدا أهمية ذلك التحالف في التركيز على الساحة التركية من منظور جيوسياسي، ذلك يوم قضية المياه وحصت سوريا بالخمسمائة متر مكعب والسدود التركية، وكذلك تقدير حزب العمال للصراع الجيوسياسي بين سوريا والكيان الصهيوني ومناصرته للنضال الفلسطيني. قول الرفيق جهاد ديري وهو يضرب النار بجسده 29/6/99 شوارع عمله. يوم صدور حكم الاعداء على القانون جهاد من محاكم الفاشيه التركيه. ماذا قال جهاد؟ قال للاسف الشديد وجدان القائد استطاع ان يحمي 40 مليون كردي في قلبه، ولكننا 40 مليون كردي لم نستطع أن نحمي وجهه. من 10 سنين من الفوضى الداعشية والأخوات قلب، طبعاً إلي انتقاد على التحامل الظالم على الوجلانية، التحامل الظالم على الوجلانية داخليا وخارجيا وحضوريا. الثاني منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبد الله جلال بتاريخ يوم السبت المصادف للثامن من شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 في مدينة الرقة السورية، وعلى مدى يوم واحد وتحت شعار إمكانية السلام في الحرب العالمية الثالثة، المؤامرة الدولية هي بداية التدخل في الشرق الأوسط، وبدعوة من اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا والمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، تم عقد منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبد الله أوجلان، وقد حضر المنتدى حوالي 250 شخصية من المحاميين والأكاديميين والسياسيين من العديد من المدن السورية، إضافة إلى العديد من المشاركات من شخصيات من عدة دول من الشرق الأوسط والعالم، وذلك عبر الفيديو المسجل والاتصال المباشر. وقد تألف المنتدى من عدة محاور كانت على الشكل التالي: أولاً، ما الذي تم القيام به ضد مؤامرة 9 أكتوبر الدولية؟ ما الذي تغير في مستقبل شعوب الشرق الأوسط؟ ثانياً، نستفيد من أحداث المؤامرة حتى الآن؟ ثالثاً، الكونفدرالية الديمقراطية كنموذج حل بمفهوم القائد تجاه القضايا والأزمات المصاعصية في الشرق الأوسط والعالم؟ رابعاً، كيف أحبط حل شمال وشرق سوريا للمؤامرة وغير سياسات الهيمنة؟ حيث تمت مناقشة هذه المحاور وقد أثرى الحضور كل محور بملاحظات غنية وذات قيمة معرفية قانونية وسياسية، وأكد جميع المداخلين على ضرورة نهوض المجتمع الدولي الرسمي والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية والإقليمية والدولية من أجل الضغط على الدولة التركية لينال القائد أوجلان حريته الجسدية، وأن الفكر الأوجلاني ومبدأ الأمية الديمقراطية
استخدام الإعلام بصورة قوية لإرسال رسائل قانونية بحال الخصوص المؤامرة والانتهاكات بحق القائد للرأي العام. سادسا، العمل على عقد مؤتمرات وملتقيات قادمة إقليمية ودولية من أجل حرية القائد. سابعا، تشكيل هيئة سورية من المحامين والحقوقيين للتواصل مع الجهات ذات الصلة تمهيدا لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد. ثامنا، اقتراح مجموعة من الحقوقيين والمحامين ممثلين من مختلف شعوب المنطقة للذهاب إلى إمرالي واللقاء بالقائد. تاسعا، مناشدة كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التحرك الفوري تجاه سياسات العزلة المطبقة على القائد. عاشرا، تشكيل اتحاد المحامين الشرق أوسطيين في سبيل كشف وفضح الانتهاكات القانونية المطبقة بحق شعوب الشرق الأوسط في فكر وشخص القائد ولأجل إسناد القانون إلى أرضية العدالة حقيقية. 11، تسيير الأنشطة الهادفة إلى رفع الدعوة الحقوقية للقائد إلى محكمة العدل الدولية. 12، تشكيل ورشات عمل حقوقية نوعية على مستوى شمال وشرق سوريا للتواصل مع النقابات الحقوقية والإقليمية والدولية وخاصة اتحاد محامين العرب وجامعة الدول العربية. 13، تشكيل لجنة فكرية وقانونية وسياسية بهدف إدراج الإدارة الذاتية الديمقراطية كشكل من أشكال الحوكمة السياسية تضاف إلى الأشكال المتعارف عليها في القانون الدولي. 14، مخاطبة مجلس وزراء أوروبا من أجل قيام لجنة CBT بالتحرك بصدد وضع القائد في سجنه بجزيرة إمرالي. 15، القيام بأعمال قانونية لازمة ليصار